الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا إسراء، بقول لحضرتك انا عندي 3 احلام. اتفضلي ايوه، اتفضلي يا إسراء، أنا سامعاكي. بقول لحضرتك انا عندي 3 احلام. اتفضلي حبيبتي. حلمت ان خالتي حلمت ان تيتا متوفية، جات لها في الحلم وبابا كان قاعد، فبابا لا هي رنت بجده، رنت ب بابا رن عليها لا، من وقال الأول لها يا لما انا إسراء، بابا رن عليها. من الأول من الأول تمام. قولي من الأول. ماشي. خالته وتيتا المتوفية قاعدين مع بعض، تمام. وبابا رنت ببابا وقالت وبابا قصدي رن بيها وقال لها الأمانة وصلت. ده أول حلم. تاني حلم، حلمت باباكي إن موجود يا إسراء؟ نعم؟ باباكي موجود؟ اه الحمد لله، الحمد لله، حبيبتي ربنا يديله الصحة وطولة العمر. ربنا يخليك. بقول لحضرتك، والحلم التاني حلمت إن أنا كنت رايحة مشوار وركبت عربية ورجعنا كده، ولقيت عمي اسمه خلف عبد العاطي اداني كده علبة كده فيها زي شوكولاتة وكده، يعني حاجات شوكولاتة، ليه حاجات حلويات كده يعني. تمام. انتي أنسة يا إسراء؟ اه تمام، كملي أنا سامعاك. ماشي. والحلم الثالث، انا حلمت ان انا اشتريت طاقية جديدة كان شكلها حلو اشتريتي ايه؟ وكان لونها ابيض اسود، وانا اصلا بحب اللونين دول. لا لا، اوكي، لونها أبيض، اسود لونها ايه؟ ابيض اسود، اسود. ابيض في اسود. اوكي، حاضر يا اسراء، تابعيني هفسر لك وابشرك بشرة حلوة. شكرا على اتصالك. اول حاجة الامانة وصلت، دي في حاجة عندكو يعني حصلت قريب، عزة مثلا او حاجة كده في الغالب، وفي حد بتدعوا له جامد قوي، يعني بتدعوا له دايما، ما بتنسوهوش في دعواتكم، حد من الاموات ما بتنسوهوش في دعواتكم، والدعوات واصله. تمام، والله اعلى واعلم. طبعا الحلمين التانيين بتوع ان في حد اسمه خلف عبد العاطي اداكي علبه، علبه وفيها شوكليت، وكمان جبتي طاقيه لونها ابيض في اسود. تمام، في شخص هيتقدم، الشخص ده هيكون، هتحسي ان هو عطية ربنا ليكي، خلاص انتي بقيتي مرتاحة ان الشخص ده دخل حياتك، هتبقي مبسوطة جدا بيه. لكن الشخص ده هيكون واضح وصريح زيادة، وهتتضايقي انتي من صراحته، يعني مثلا هتتضايقي ان هو قوي وانه راجل قادر يصد علاقة وقادر ان هو يبقى، عارفة اللي هو حامش قوي كده بس ما بيدلعش، فاهمة؟ فهتبقي متضايقة من اكتر من حاجة، يعني اللي هو مش هتحسيه، هتبقي عايزة تدلعي ومش هتلاقي الدلع ده، لان هو هيبقى شخص عملي اكتر. والله اعلى واعلم.